ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنتعلم إزاي نرسم زاوية وننصف كما علمني الأستاذ الفاضل البروفيسور محمد سليمان. في البداية هنجيب مسطرة وقلم رصاص ونرسم شعاع، فليكن شعاع ألف باء. وبعدين هنجيب المنقلة ونرسم زاوية مثلا قياسها 80 درجة. وبعدين هنرسم شعاع يمر بالنقطة اللي احنا عملناها. فليكن باء جيم. وبعدين هنجيب الفرجار فتحة مناسبة، هنعمل قوس. هنلاحظ ان في هنا نقطتين، نقطة هنا ونقطتين، هنسميهم مثلا نقطة سين هنلاحظ ان في هنا نقطتين، نقطة هنا ونقطتين، هنسميهم مثلا نقطة سين ودي ص. وبعدين هنجيب الفرجار ونحطه على النقطة سين ونرسم قوس، وبنفس الفتحة عند النقطة ص ونرسم قوس. هنلاحظ ان هما تقاطعوا في النقطة دي، هنسميها مثلا نقطة دال. وبعدين هنرسم شعاع باء دال، وده اللي هينصف الزاوية. يبقى كده انتهينا من تنصيف الزاوية. ملاحظة، عشان نتأكد ان احنا حلينا صح، هنجيب المنقلة ونقيس، لو لقينا دي 40 ودي 40 يبقى احنا كده صح. واتمنى ان انا اكون افدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.